ايوه انا هبعت لحضرتك دواء على الواتساب، تاخد منه مره الصبح ومره بالليل لغايه ما تجيلي المره الجايه العياده. لا لا، تحت امرك اي وقت. في اي وقت. مع السلامه. في ايه يا عم؟ انت بترد على التليفون في اي وقت كده؟ امال انت بتعمل ايه؟ ما بتردش على العيانين بتوعك ولا ايه؟ والله حسب يعني. حسب ايه يا ابني؟ انت مش دكتور ولا ايه؟ اسال مراتك، لسه عامل لها عمليه النهارده الصبح. وبعدين هو انا عشان يعني دكتور اضيع نفسي من اجل الاخرين؟ ايه، انا مش بني ادم ومحتاج افصل؟ بقول لكم ايه، تيجي نطلع العين السخنه كده يومين عشان نفسي. طب يا دكتور يا شاطر، مش انت اللي قايل لمراتي تقعد اسبوعين في البيت ما تتحركش؟ انت مالك بمراتك انت؟ شيري وماجي هيقعدوا معاه ونطلع احنا كده حلوين كده نفرفش ونزقطط مع بعض. ده الكلام الحلو بقى، بس على شرط ناخد اكرم معانا، لان ده اكتر واحد فينا محتاج ان هو يفصل. هو لسه عندك؟ ايوه طبعا، امال هسيبه يبات في اوتيل تاني لوحده ويعمل زي ما عمل قبل كده؟ لا ما انت سايبه لوحده اهو. لا دكتور، دي ما تفوتش عليا، انا سايب اتنين صحابنا معاه في الكافيه لغايه لما ارجع له. بس يبقى احنا ناخد اكرم واتنين رقصات ونطلع العين السخنه ونفرفش مع بعضينا. الله عليك. لا ما تعلي صوتك بقى عشان تبقى ليلتك بيضه جوه لوحدك. هو في ابيض من كده؟ ده انتوا شله ايتنا، ده حتى ما فيش حته مزيكا نسمعها. والله العظيم انت المفروض ما كنتش تطلع دكتور، كنت المفروض تطلع مدير كباريه مثلا. انا ده كبيرك. اتفضل يا عم. طب ايه رايك نخش نسالهم جوه؟ انت لو ما كنتش دكتور تطلع ايه؟ انت لايق عليك دكتور ولا لا؟ تعال اسال. تعال اتفضل. شيرين كانت اشطر واحده في المحل من ساعه ما مشيت وانا ما بروحش خالص، اللي هناك دول بيعملوا شعر وحش جدا. اه والله عندك حق، انا اخر مره رحت بوظوا لي ضوافري وقلت مش هروح لهم تاني ابدا. بقول لكم يا جماعه، انا قلت لهشام جوه ان شكله ما يليقش عليه ان هو دكتور خالص. قال لي طب انت شايف كده يليق عليا ايه؟ قلت له طب احنا نخش نسالهم. لو ما كانش دكتور ده كان ممكن يبقى ايه؟ بص انا اقول لك يا هشام، بس ما تزعلش، يليق عليه مدرس مش ماث، مدرس رياضيات. يا سلام. او مثلا مدير كباريه. ايه ده؟ مثلا شوف هم والله ما قلت لا، انا قلت لك حاجه، انت ما قلت لها حاجه، والله ما قلت لها. انا قلت نفس الكلمه بالظبط، دي اول حاجه قلت لها. ماشي ماشي، يبقى شوف مين بقى هيولدك. بس انت مش فاهم حاجه، دي هتولد يا في امريكا يا في كندا، صح؟ وهتاخديني معاكي عشان بقالي سنتين ما سافرتش وهموت واعمل شوبينج. يا جماعه بقى بطلوا قر والنبي، يعني يا رب ربنا يا رب يا رب يكرمني الاول وابقى حامل. يا رب يا ماشي رب يا رب. طب بما ان القعده حلوه كده بقى، تعالى اسمعكم بقى حاجه. لا مزيكا على ذوقك امير ارجوك. لا ثقافيه بقى المره دي، جربك كتير قوي. جرب اغنيه. بقول لك يا زياد، السماعه دي شغاله؟ اه شغاله. تكسفناش بقى؟ لا لا ما تقلقش، هادي. طب تمام، اسمعوا بقى. حلو ده. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.